بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم من درس جديد من دروس يوز اونلاين المقدمه من قبل فريق قصص، معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس ان شاء الله نحن مكملين ببحث التوابع. نحن ضربنا فرام شوي بالرياضيات بناء على طلب كثير طلاب انه هدوا شوي بالرياضيات لحتى نلحق ندرس، وهلا نحن راجعين مكملين مع بعض باذن الله. ضمن الدرس الماضي نحن اخذنا شيء اسمه التابع العكسي، اللي هو يعتبر من اهم الشغلات الموجوده باليوز مثل ما حكينا. إلا التابع العكسي هو عكس التابع العادي، يعني وقت يكون في عنا y يساوي fx فالتابع العكسي بيكون x يساوي fy. في عنا مجموعة من القواعد لإيجاد التابع العكسي. قال إذا كان عندي fx يساوي ax زائد b ف f ناقص 1x هو x ناقص b على a، و fx وإذا كان عندي fx يساوي ax زائد b على cx زائد d فبالتالي f ناقص 1x يساوي ناقص dx زائد b على cx ناقص a. هلا هي القوانين هي مو مهمة بالأخير، يعني أنت بتقدر تستنتج التابع العكسي استنتاج بالامتحان مثل ما حكينا. يعني أول شيء بنقول ال b، بعدين بقسم على أمثال ال x مثل ما كنا شايفين، نقلنا ال b بعدين قسمنا على أمثال ال x. هون أول شيء ضربت الطرفين بالوسطين، عزلت ال y، عزلت الـ x عفوا، حطيت الـ x بطرف الشغلات اللي ما فيها x بطرف تاني، المهم بيطلع معك النتيجة آخر شي هون. فبالتالي هدول القانونين مو مهمين نحفظهم. على كل عندي مثال هلا، إذا كان عندنا f ناقص 1 لـ 2x زائد 4 يساوي الـ x، أوجد f 2 على x ناقص 1. إذا أنا عندي f ناقص 1 لـ 2x زائد 4 يساوي x، تعالوا ناخد f الطرفين. إذا شو حنعمل؟ حناخد f الطرفين، حنحط ناخد f لهذا الطرف وناخد f كمان لهذا الطرف. فلاحظوا إنه مثل ما قلنا f الـ f الناقص 1 بيروحوا مع بعض، بيصفى عنا فقط 2x زائد 4، أي أنه بصير fx شو يساوي؟ بصير معنا fx يساوي 2x زائد 4. هلا هو شو بده؟ بده f 2 على x ناقص 1، يعني هي كلها بعوضها بدل شو؟ بدل هي ال x، يعني بدل ال x بحط 2 على x ناقص 1. فإذا حنحط بدل ال x 2 على x ناقص 1، وهي ال 2 اللي هي الأمثال، وزائد 4، آخر شيء بيطلع معنا الجواب 4 على x زائد 2. هلا في عنا شغلة كمان كتير مهمة اللي هو تابع يلي تابع. يعني إذا كان مثلا عنا x فأنا بطبق عليه أول شيء تابع معين، بعدين بطبق عليه يعني نتيجة تطبيق التابع الأولاني هالنتيجة هي، بطبق عليها تابع مرة ثانية. فمثلا إذا كان عندي x أول شيء حطبق عليه ال f، فشو بيصير؟ بيصير fx. شو يعني حطبق عليه؟ يعني حعوده بقاعدة الربط تبع ال fx، فبيطلع معنا fx. تمام؟ هل fx هي كلها بعوضها بقاعدة الربط تبع ال g، فبصير معنا g fx أو g يلي f. إذا لاحظوا كلمة يلي، هي هذا الرمز اللي هو O، شايفينه؟ g يلي f، يعني أنا أول شيء بطبق ال f بعدين بطبق ال g. إذا بطبق الحرف الثاني بعدين بطبق الحرف الأولاني، هي g of f. g of f يعني أول شيء أنا بطبق ال f بعدين بطبق ال g، فبنقراها لهي g يلي f. لو كانت f o g فأنا بقول f يلي g. تمام؟ يعني بطبق أول شيء g بعدين بطبق ال f. شو هالعلاقة هاد؟ خلونا ناخذ مثال، خلونا نحكي الخواص بعد ما نشوف المثال. إذا كان عندنا fx يساوي 2x ناقص 4، إذا أعطيني قاعدة الربط اللي هي fx يساوي 2x ناقص 4، وأعطيني قاعدة الربط تبع gx اللي هي 3x ناقص 1، أوجد f o g لx. إذا هذا الحكي يعني f يلي gx، يعني فعليا هو f شو بقلب ال f شو في g x. تمام؟ طيب انا ال g x معيها هي 3 x ناقص 1، يعني كأنه بده هو f ال 3 x ناقص
واحد، هيك بده، مو بده اف جي اكس، فيعني جي اكس هي 3 اكس ناقص 1، فبده اف 3 اكس ناقص 1، يعني هي كلها بعوضها بدل الاكس بقاعدة الربط الخاصة بالاف، يعني بدل هي الاكس اللي هون شايفينها، هي الاكس اللي هون بحط 3 اكس ناقص 1، وفعليا هذا الشيء اللي حيصير، اف 3 اكس ناقص 1 بدل الاكس مثل ما قلنا حنحط 3 اكس ناقص 1، بيطلع معنا اخر شيء 6 اكس ناقص 6. يعني بتمنى تكونوا فهمتوا شو يعني اف يلي جي. يعني انا اول شيء بطبق الجي بعدين بطبق الاف. على كل جاي امثله كثير بكل الابحاث اللي حتمروا معنا لقدام، جاي امثله على الاف يلي جي، يعني الموضوع حيكون كثير سهل لقدام ان شاء الله. هلا في عنا مجموعه من الخواص خاصه باليلي وما يلي. الاف يلي جي لا يساوي جي يلي اف، شيء طبيعي هذا. يعني اذا ببلش اول شيء بالجي بعدين بالاف، مو نفس الشيء اذا ببلش بالاف بعدين بالجي. اذا هذا الشيء كثير مهم. قال اذا كان عندي اف يلي جي يلي او يلي اتش، ففينا اول شيء نقول جي يلي اتش الناتج بعدين اف، يعني بطبق الناتج على جي يلي اتش بطبق عليه الاف. هلا اذا كان عندي اف اف او جي ناقص واحد، يعني التابع العكسي، التابع العكسي لا هي شو يعني ناقص واحد، هي يعني التابع العكسي، مو اخذنا الاف ناقص واحد كان التابع العكسي، فالعكس عكس اليلي يعني عكس اف يلي جي هو جي ناقص واحد يلي اف ناقص واحد، يعني فعليا ناقص واحد بتجي للاف وبتجي للجي، بس شو بيقلبوا، ببلش بالجي اول بعدين بالاف. طيب اف اف ناقص واحد يلي اف، بتروح الاف مع الاف بيصفى معنا اكس فقط، تمام. اذا بتروح الاف مع الاف بيصفى معنا اي اكس، المقصود فيها بيصفى معنا فقط اكس، تمام. اف يلي اي هو نفسه اي يلي اف هو نفسه اف، الاي هو يعني مثل اخذناه الايدنتيتي فانكشن اذا بتتذكروا، هو مثل الواحد بالنسبه للرياضيات، هون هو مثل الواحد بالنسبه لليلي، تمام. يعني f يلي i هو نفسه i يلي f هو نفسه f، ما هذا الحكي علاقة يعني لا بيقدم ولا بيخ. إذا كان عندي f يلي g ل x يساوي h x، ف g هي قاعدة كتير مهمة بحل بعض التمارين، f يلي g ل x يساوي h x، ف g x هو f ناقص واحد ل h x. هو فعليا انا باخذ الاف ناقص واحد للطرفين، حنشوف امثله على هذا الحكي بالتفصيل الممل، باخذ الاف ناقص واحد للطرفين، فاف ناقص واحد بتروح مع الاف بيصفى فقط جي، وهون بيصير معنا اف ناقص واحد للاتش اكس، يعني جي اكس يساوي اف ناقص واحد للاتش اكس. كمان هي القاعده مهمه، اذا كان عندي اف يلي جي لاكس لاتش اكس، فاف اكس هو اتش جي ناقص واحد اكس. إذا لاحظتوا شو الفرق بين هدول القاعدتين؟ لاحظوا إنه بدي الجي فبيكون اف ناقص واحد للاتش، وبدي الاف فبيكون الاتش للجي ناقص واحد. أمثلة هي خير يعني لحتى نثبت الفكرة. حشوف مثال هلا، إذا كان عندنا اف اكس يساوي 3 اكس ناقص واحد، وعندنا جي يلي f x يساوي 9 x زائد 5 أوجد g x. نحن حسب آخر قاعدة حكيناها g يلي f ل x هو شو بده؟ بده الحرف الأولاني، فالحرف الأولاني g x بيكون شو؟ بيكون h لشو؟ ل f ناقص 1 x. يعني أنا بأوجد الاف ناقص واحد وبعوضه كله وين؟ ب اتش. لشو هو الاتش؟ قال هذا كله اسمه اتش اكس، تمام، اللي هو 9 اكس زائد 5 هو اتش اكس. معناتها نحن لازم نوجد اف ناقص واحد، انا عندي اف اكس هي 3 اكس ناقص واحد، فبالتالي تعالوا نكتب على جنب، اذا كان عندي واي يساوي 3 اكس ناقص واحد، معناتها الاكس شو تساوي؟
يا شاطرين، واي زائد واحد على ثلاثة، تمام؟ معناتها اف ناقص واحد لإكس شو يساوي؟ يساوي إكس زائد واحد على ثلاثة. طيب هذا الحكي وين حنعوضه؟ هذا الإكس زائد واحد على ثلاثة حنعوضه بقلب الـ HX اللي هي 9x زائد 1. وكلمة عوض يا ابني، يعني أنا بحط بدل المجهول الشيء اللي بدي عوضه. أنا شو الشيء اللي بدي عوضه؟ بدي عوض الـ F ناقص 1x. هذا كله وين بدي عوضه؟ بدل هالx هي. يعني بكتب 9 بدل هي الx بحط x زائد 1 على 3 زائد 5. هذا الشيء اللي صار هون، 9 ضرب x زائد 1 على 3 زائد 5. هلا بتروح هاي مع هاي بيطلع معنا اخر شيء 3x زائد 8. عندنا مثال، اذا كان عندنا fx يساوي 2x زائد 5 حيث قيم x لازم تكون اصغر من ناقص 1. اذا احيانا بعض التوابع بيكون لها قاعدتي ربط، مو قاعده واحده. لاحظوا انه fx لها قاعدتين ربط، بختار انه قاعده بدي اياها حسب قيم x، يعني حسب مجموعه التعريف، تمام؟ إذا كانت الـ x أكبر أو يساوي الواحد فأنا باخد 2x ناقص مربع، 2 ناقص x مربع. إذا كانت الـ x أصغر من الناقص واحد فأنا باخد 2x زائد 5. وأيضاً عندي gx يساوي 3 ناقص x، أوجد f يلي g. يعني أنا أول شيء لازم طبق الـ g، بعدين الناتج بطبقه ضمن الـ f. معناتها هو شو بده؟ بده f g 5. يعني هعوض الخمسة أول شيء بقلب الجي، والناتج بعوضه بقلب الاف. تعالوا نعوض. هنعوض إذا بدل الجي 5، فثلاثة ناقص 5 تمام، يعني بيصير معنا الجواب ناقص 2. فكأنه عم يقول اف ناقص 2. من وين اجت الناقص 2؟ هي الجي 5 نفسها، لأنه عوضت الخمسة بقلب الجي. هلا حسب قاعدتي الربط، لاحظوا انه الاكس اصغر من الناقص واحد لانه هي ناقص 2، فهي اصغر من الناقص واحد، فبعوضها بهي القاعده اللي هي 2x زائد 5. فبصير معي 2 ب 2 ناقص 2 ب 2 بناقص 2 زائد 5، بيطلع معنا الجواب 1 اخر شيء. في عندنا شغله كثير سهله، بس يعني اذا مالك دارسه ما حتعرف تحلها بالامتحان، بس كثير سهله. يعني إذا أجاك تابع من هالشكل F يساوي A B C D، إذا نلاحظوا هون دائما بالسطر الأولاني مرتبين، يعني يا بيقول لك 1 2 3 4 أو بيقول لك A B C D، ولاحظوا بالسطر الثاني مخربطين. شو هالحكي هذا؟ قال هالحكي يعني قال F ال A هو D، F ال B هو C، F ال C هو B، و F ال D هو A، تمام؟ معناتها الـ A بتقابلها D، والـ B بتقابلها C، والـ C بتقابلها B، والـ D بتقابلها A. هي حسب شو؟ حسب الـ F. طيب إذا بدي F ناقص 1 بشوف بالعكس، بشوف F ناقص 1 للـ A شو بيقابلها؟ D. هيك F معناتها الـ F ناقص 1 بالعكس، الـ A بيقابلها D، الـ B بيقابلها C، C بيقابلها B، والدي بيقابلها A. موضوع كتير سهل. مثال، إذا كان عندي F يساوي 1 2 3 4، مثل ما قلنا السطر الأول دائما بيكون مرتب، السطر الثاني 4 3 1 2، أوجد F ناقص 1. شو بده؟ بده F ناقص 1. فبجي أنا مثل الشاطر بكتب F ناقص 1، هيك بجي بكتب بالامتحان 1 2 3 4، تمام؟ وبشوف بالسطر الثاني الأربعة شو بيقابلها؟ واحد، فبحط بدل الأربعة واحد. الثلاثة شو بيقابلها؟ اثنين، فبحط بدل الثلاثة تحت الثلاثة اثنين. الاثنين شو بيقابلها؟ أربعة، فبحط أربعة، وبدل الواحد بحط الثلاثة. فيفترض يكون الجواب ثلاثة أربعة اثنين واحد، بختار ثلاثة أربعة اثنين واحد اللي هو جواب دي، 3 4 2 1 مثل ما كنتم شايفين. كتير كتير سهل. مثال آخر، إذا كان عندي، يمكن في خطأ هذا حسب ما أذكر، حنشوف. إذا كان عندي F يساوي A B C D
بيقابلوا هدول بي سي دي اي، وعندنا جي اي بي سي دي سي بي دي اي، تمام؟ فاوجد اف يلي جي، معناتها انا بطبق اول شيء جي بعدين بطبق الاف. شو بساوي؟ قال بيجي بكتب جي وبكتب اف، شايف يا ابني؟ شوف شوف شوف، بكتب اول شيء هيك بعمل جدول جي واف، بحط هون اي بي سي دي، هيك بيكون حلك بالامتحان. بشوف حسب الجيل اي شو بيقابلها، بيقابلها سي. بعدين هلا بشوف بالاف السي شو بيقابلها، تعال 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 نشوف السي بالاف شو بيقابلها، دي. معناتها جي يلي اف الاي بتكون بتقابلها دي، فهمتوا شي؟ مرة تانية تعالوا نشوف البي، البي شو بيقابلها بالجي، بي نفسها. طيب هل بي هي برجع بكتبها هون شو بيقابلها بالاف، بيقابلها سي، معناتها البي بيقابلها سي. طيب تعالوا نشوف السي شو بيقابلها بالحسب الجي، السي بيقابلها دي، تمام؟ طيب دي شو بيقابلها بالاف، بيقابلها اي، معناتها السي بيقابلها اي. تعالوا نقول اف يلي جي، بنبلش نحط النتائج تبعنا، هي اي بي سي دي، طلع معنا الاي شو بيقابلها، بيقابلها دي، وطلع معنا البي بيقابلها سي، وطلع معنا السي بيقابلها الاي. تعالوا نشوف الدي، الدي يفترض يقابلها بي، حنتاكد يا ترى عن جد بيقابلها بي، ليش يفترض يقابلها؟ لانه ما صفي غير البي، تمام؟ فتعالوا نشوف نتاكد، الدي حسب الجي، الدي حسب الجي بيقابلها اي، مظبوط؟ والاي حسب الاف بيقابلها بي، معناتها الدي شو بيقابلها؟ بي. طيب انا ليش عم بلش بالجي بعدين بالاف؟ لانه هو قايل لك اف يلي جي، معناتها اول شيء بطبق الجي بعدين بطبق الاف، لذلك اول شيء بكتب الجي وبشوف الاي بي سي دي شو بيقابلها بالجي، وبشوف شو طلع معي الناتج شو بيقابله بالاف، فبيطلع معي الاف يلي جي. كتير مهم ننتبه بالامتحان اف يلي جي ولا جي يلي اف، مو مثل بعض، لانه مثل ما حكينا. فعم بيقول لك انه الجواب نحن كتبنا فوق الجواب، ما له طعم ان شاء الله. في عندنا مثال، اذا كان عندي اف اكس زائد اف اكس زائد 1 يساوي 2 اكس زائد 4، اوجد اف 1 على 2. ابني انتبه معي شوي، الله يرضى عليك. هلا هون لاحظ انه ناتج مجموع هاد مع مجموع هاد عم يعطيني 2 اكس زائد 4، يعني عم يعطيني من الشكل اي اكس زائد بي. ما في اكس مربع مثلا، ما في اكس مكعب، في اكس. معناتها انا حافترض، انا حافترضها، شوفوا هدول التمارين هيك بينحلوا، حافترض انه الاف اكس تساوي اي اكس زائد بي. اذا بهذا النوع من التمارين وقت بيكون في عندك اف اكس زائد اف اكس زائد واحد مثلا، او اكس ناقص واحد، او اتنين اكس ناقص واحد، عم بتطلع على هذا الجنب، انا هذا الجنب شو اعلى اس فيه؟ واحد. فبفترض مباشرة انه اف اكس تساوي اي اكس زائد بي، معناتها الاف اكس زائد واحد شو تساوي؟ تساوي اي بدل الاكس بحط شو؟ بحط اكس زائد واحد زائد بي. فهمتوا شو هاي؟ لو كان في اكس مربع هون مثلا، لو كان في اكس مربع، فبفرض انه اف اكس هي اي اكس مربع زائد بي اكس زائد سي، تمام؟ بس هون ما في غير اكس، فبفرض انا اف اكس يساوي اي اكس زائد بي. هذا الحكي دائما دائما، يعني في كثير تمارين بهذا البحث بتنحل بهالاسلوب. فبالتالي طلع معي انا انه الاف اكس هو اي اكس زائد بي، والاف اكس زائد واحد هو اي بي اكس زائد واحد زائد بي. فبنفردها هي اي بي اكس هو اي اكس، اي بي واحد هو اي زائد بي، فبيطلع معنا هذا الشكل اي اكس زائد بي، هذا اف اكس، وهذا نتج عن الاف اكس زائد واحد. هلا هذا شو يساوي؟ يساوي 2 اكس زائد 4 اللي هي هي، تمام؟ طيب هلا ax زائد ax هي 2ax،
زائد A زائد 2B يساوي 2X زائد 4. لاحظوا انه القيم اللي ما فيها X شو بتقابل الأربعة، وأمثال X بتقابل أمثال X هون، يعني 2A يساوي شو 2 هون، معناتها 2A يساوي 2 معناتها A تساوي 1، و A زائد 2B يساوي 4 معناتها B تساوي 3 ناقص 2. معناتها FX صار معنا بهالحالة، نحن قلنا إنه FX فرضناه هو AX زائد B، الـ A طلعت معنا قديش؟ 1، معناتها X على الحل، زائد B اللي هي 3 على 2، هذا طلع معنا الـ FX، هو شو بده؟ بده F النص، فبدل هالـ X هي بحط نص، نص زائد 3 على 2 يعني 4 على 2 يعني الجواب 2. آخر مثال، إذا كان عندي FX يساوي FX زائد 2 ضرب F1 على X يساوي 2X زائد 4، أوجد قيمة F الاثنين. انتبهوا على أسلوب الحل لهذا التمرين، كل تمرين صاير في فكرة مختلفة عن الآخر. طيب هنشوف، قال مبدئيا هو شو بده؟ بده F الاثنين، مزبوط؟ هنعوض بدل كل X 2، يعني بدل هالx بحط 2 وبدل هالx بحط 2 وبدل هالx بحط 2، فبصير معنا f2 زائد 2f النص يساوي 8، تمام؟ ليش؟ لانه عوضت x يساوي 2. طيب هلا لانه شوفوا، لانه هون قايل fx وهون قايل f1 على x، فوقت بعوض الx 2 المره الثانيه حعوضها 1 على 2، تمام؟ لانه هون في واحد على اكس، يعني هي الامثله وقت بتجيك هيك بتحل هيك، وقت بيجيك اف اكس زائد اف واحد على اكس بتحل، اذا عوضت الاكس 2، ليش 2 بالاساس؟ لانه هو طالب اف 2، فبتعوض اكس 1 على 2، مشان تشوف شو حيصير هلا. هلا وقت عوض اكس نص بصير معنا اف نص زائد 2 اف 1 على 1 على 2، يعني اف ال 2 يساوي 2 ضرب نص يعني 1 زائد 4 5. هلا لاحظوا انه طلع معي معادلة أولى ومعادلة ثانية، حأضرب المعادلة الثانية حل معادلات، يعني اعتبر انه F الاثنين هو X واعتبر انه F النص هو Y، تمام؟ وحل المعادلة على هذا الأساس. أنا من شو بدي أخلص؟ بدي أخلص من الـ Y اللي هو شو؟ F النص. ليش بدي أخلص من الـ F النص؟ وبدي F2 يضل، لأنه بالأساس المطلوب F2، لو مطلوب F النص فأنا بخلص من F2. بتمنى تكونوا عم تتابعوني بالحكي أنا شو عم بحكي، فلازم روح ال F النص. لاحظوا أنه F النص هون أمثاله 2، فلازم أضربه هون بناقص 2 حتى وتجمع تروح هي مع هي. هلا ناقص 2 بزائد 2 بتصير ناقص 4 F2 يساوي آخر شيء 8 ناقص 10، بيطلع معك ناقص 3 F2 يساوي ناقص 2، أي أن F2 يساوي 2 على 3. يعني فعليا أنا ما عوضت F2، أنا أوجدتك إيجاد بأسلوب هيك في نوع من الحرباء. طبعا لاحظنا أنه هذا الدرس فيه كتير أفكار وممكن تكون أنت ما فهمت 100%، التمارين إن شاء الله هي كفيلة بأنه نفهم، وآسفين انه طولنا عليكم، بس صدقوني يعني بناء على طلبكم انه نحن نضرب فرام شوي، ان كان بالاي كيو، بالمناسبة الاي كيو تقريبا خلاص العطر علي حسرة بالرياضيات، فهلا حنرجع بالرياضيات نشد بإذن الله. بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.